هلا خلونا ننتقل لشيء عملي اكثر نوعا ما، بيتعلق بتطبيقاتنا. رح نعمل تطبيقين صغار هلا بعد شوي، بس بدايه بس بدنا نحكي على شوي التحكم بالابعاد، خلينا نقول، والالتقاطات والنسخ. هالثلاث اوامر هاي. هلا اذا انا خلينا نقول عنا بوكس، تمام، هي اول بوكس، عنا بوكسين، تمام. نحن بنعرف اوامر السناب بالاوتوكاد 2D مارين معنا، تمام. هلا هن نفسهم تقريبا موجودين عنا بالماكس. في عنا هون شيء اسمه سناب، شايفين، عبارة عن مغناطيس، وعنا رمز رقم 3. طبعا بعدين رح نحكي عن رقم 3، بس مبدئيا بدنا نعرف شغله انه سناب اختصار بحرف الاس. فانا لما بدي افعل سناب او الغيه، مجرد ما اكبس حرف الاس على الكيبورد، شو رح يصير عندي؟ تمام، تفعيل والغاء سناب. هاي كمان ممكن نضيفها لاختصاراتنا، معناتها اس على الكيبورد اختصار لسناب. طيب هلا لحتى ادخل على قوائم سناب اللي عندنا، بنكبس على زر اليمين، بلاحظ طالع لي هاي قوائم الاو سناب، بنعرفها من اوتوكاد. طبعا بالوضع الاساسي بيكون مثل ما شايفين ما في شيء عندنا فعال، ما هيك؟ بس بنلغي شو عندنا او فعال عندنا الجريد بوينتس. طبعا الجريد بوينت ما بتلزمني، نحن في عندنا اذا مرينا عليهم شوي، جريد بوينت اللي هي للشبكه، في عندنا بعد عندنا البايفوت بوينت اللي هي مركز الاحداثيات، في عندنا شيء بعد اسمه بريبنديكولار، في عندنا شيء بعد اسمه فيرتكس مثل ما شايفين. طبعا الفيرتكس هي النقاط بالماكس، بنسميها فيرتكس. اي تقاطع خطين، اي تقاطع سيجمنت بالماكس اسمه فيرتكس. يعني اذا اخذنا احنا سفير، فلاحظوا انه كل نقطة من هدول مثل ما شايفين عبارة عن سيجمنت. في عنا بعد شيء اسمه ايدج اوف سيجمنت. هلا هاي قريبة للنير سيت، بظن كان اسمها بالاوتوكاد. فلما عم ياخذ التقاط لكل الحرف. طبعا هاي مزعجه نوعا ما، بنعرفها من الاوتوكاد لانه رح تلغي لي الميد بوينت والايد بوينت، فما يفضل اني فعلها. في عنا شيء بعدها اسمه باوندينج بوكس، ما كتير اساسيه بس مشان نعرف، اللي هي الاطراف المربعه، الاطراف الاربعه، هذا هو الباوندينج بوكس. شايفين الخطوط البيضاء اللي عنا اياها بالسفير محاطه، فالباوندينج بوكس هي هالطرف هاي، ما كثير بلزمنا بس مشان نعرف شو هي. هلا الاهم في عنا شيء اسمه اند بوينت وشيء اسمه الميد بوينت، اللي هني انا بدي التقاط على المنتصف وعلى الزوايا، هدول اهم شيء بالواقع ثلاثة. طيب متى ما خلصت بنسكرها، تمام. هيك صار الالتقاط هلا فعال عندي. فانا هلا صرت ممكن اخذ هاي اعمل لها موف مثل ما شايفين، انا اخذت من الزاوية كبس مع سحب وطبقتها هون، طبق معي زاوية على زاوية بكل بساطة. يعني ممكن اخذ بوكس ثاني مثلا هالشكل، هذا اخذ من زاوية كبس مع سحب على الزاوية الثانية، تمام. بس انا في ملاحظة انه انا لما بدي اعمل كبس وسحب، هلا في عنا رمزين، خصوصا انا لما بكون واقف هيك حوالي كومة مجسمات. اول شيء انتم لاحظوا انه انا لما عم حدد، ماني عم واقف هيك مثلا باي لقطة، وعم حدد بختار شو لقطة تكون مناسبة لإلي بالنسبة للاختيار. طبعا اختيار جسم عبارة عن نقرة، لاحظين انا عم نقل بيناتهم. هلا انا ما هذا الاساسي، بس الفكرة انه انا لما بدي احرك، خصوصا لما بكون عندي مجموعة مجسمات، ممكن اذا قربنا عليهم نشوف الرمز اللي فارق معي. هذا الرمز مثلا رمز الفاره، وهذا الرمز اللي فوق، شايفين الفرق بيناتهم؟ هون عم يعطيني رمز اقرب له، خلينا نقول زائد بيضة، هون عم يعطيني زائد سودي. هلا هذا الرمز رمز شو؟ ما رمز تحريك، رمز اختيار، رمز نقر. فانا هون لما بكبس واسحب مثل ما شايفين نقر لي بوكس ثاني. فانا بدي انتبه لشغلي وانا عم حرك، بدي انتبه للرمز. مثل ما حكينا هذا رمز اختيار، ما رمز تحريك، بينما هذا الرمز هذا هو رمز التحريك. فانا بتم بحرك لحتى يطلع عندي الرمز، هيك مزبوط شغلي. هلا صرت اسحب وحط محل ما بدي، بينما هيك
صحيح انا هلا واقف على الجسم او قريب منه، بس شو رح يصير معي؟ رح يحدد لي بوكس ثاني غير البوكس اللي نحن عم نشتغل فيه. هاي بس يعني كمان من الملاحظات المهمه. معناتها هاي السنابات كبداية، ممكن انا اخذ مثل ما حكينا التقاط على المنتصف او على الاطراف. هلا كمان فكره ثانيه بالنسبه لموضوع النسخ، نسخ بالماكس طبعا كثير اساسي. هلا انا عندي هون تيبوت، تمام؟ شو عندنا طرق للنسخ؟ اول طريقه وابسط طريقه اني اكبس بزر اليمين على الجسم واعطيه من هون امر، شو اسمه؟ ايه كلون، تمام؟ كلون اللي هو النسخ. طبعا كبست كبسي اعطاني نفس تحاور النسخ، رح نشوفها هلا شو هي. بس مبدئيا رح اعطيه اوكي. طبعا عمل لي نسخة فوق النسخة الأصلية. هاي أول حالة من حالات نسخ. طبعا الحالات الأهم عنا اللي هي الحالة الثانية اللي هي شيفت مع سحب. يعني أنا ممكن كابس شيفت، سحبت طالع لي منه نسخة ثانية. هاي مهمة كثير، ممكن حدد اثنين هلا، كبست كنترول حددت اثنين سوا، شيفت مع سحب، تمام؟ كوبي. كنترول حددت هدول اثنين مثلا، يعني ممكن اخذ شيفت مع سحب، هاي عملنا منها نسخة ثالثة. كنترول زد عشان الوضع الطبيعي. فهي هيك كمان من اوامر النسخ المهمة. في عنا يعني بالنسبة للشيفت هي ما بس شيفت وموف، ممكن اخذ انا شيفت روتيت. هي شيفت روتيت مثلا، عملت نسختين من ابريق الشاي، تمام؟ ممكن اخذ شيفت وسكيل، شيفت وسكيل. شايفين النتيجة؟ يعني فأمر الشيفت يعني مشمول مع كل أوامر التحريك الجسم. هلا في عنا الفكرة الثانية، معلش إذا شفناها، شيفت وسحب. نحن ما شفنا هاي النافذة شو فيها. طيب عنا أول شيء مربع عنوانه أوبجكت، وتحت في عنا شيء اسمه number of copies. هلا اول شيء الاوبجكت مثل ما شايفين عندي ثلاث عناوين، فعال عندي شو هو؟ كوبي. هاي عباره عن نسخ عادي. في عنا نوع ثاني من النسخ اللي هو الانستانس، تمام؟ هلا الانستانس مبدئيا اذا اعطيته اوكي ما حس انه في فرق، بس بالواقع صار عندي فرق جوهري. انه نسخ الانستانس بنلاحظ اذا انتقلت على الموديفاي وكبرت واحد منهم شو صار عندي؟ فنسخ الانستانس نسخ مرتبطة كلها مع بعضها. هاي كمان فكرة مهمة كتير. ممكن نرجع شيفت ونسخ كمان انستانس، اوكي؟ لاحظ هون شو ما عدلت انا على اول جسم عم يتعدل على الكل. بينما الكوبي لو كنت ناسخ هون كوبي، هي هون كوبي، لاحظوا الفرق؟ عدلت على واحد كل مين لحال. غير هيك شفنا الانستانس شفنا الكوبي. هلا الريفرنس رح نشوفها بعدين، بس في عنا تحت عنوانه شيء اسمه number of copies، محطوط عندي واحد، اذا اعطيته اربعة برايكم شو رح يصير؟ انتبهتوا شو صار عنا؟ عمل لي شيء قريب للاري. ما فهمت عليك شو يعني. اي شفت وسحب؟ اي قصدك ما بحفظ اخر رقم. هلا هي يعني اسلوب بسيط بالنسخ، يعني بقصد بالاري. بالمستقبل عنا امر الاري بالماكس رح نشوفه، بس هلا هيك على السريع. وحلاوة هذا الامر انه ما بس ب الموف مثل ما حكينا، يعني ممكن اخذه بالروتيت مثلا، اقول له انستانس ونسختين. فشايفين شلون عم يكرر؟ كمان هاي يعني من الشغلات اللي بتوفر علي وقت كتير، عمل لي مجموعة نسخ. فهي كمان كتير كتير امر سلس بالماكس. معناتها حكينا شفتوا السحب او زر اليمين وكلون. كمان زر اليمين وكلون مهم، هلا رح نشوف ليش شو ممكن يفيدنا. فهلا هيك نحن شفنا اوامر النسخ بالماكس، وشفنا سنابات واللي هن شغلات أساسية. هلا بس ملاحظة، إذا أنا عندي مجموعة مجسمات، خلينا نقول أباريق شاي، ممكن آخذهم. في عنا إذا بتعملهم مجموعة وحدة يعملهم كشقفة وحدة، في عنا من فوق من جروب، في عنا شيء اسمه جروب، عمل لي مجموعة وحدة جروب واحد أوكي. ف
فلاحظوا هون كلهم صاروا شو عنا مجموعة واحدة. تمام، طبعا بدي افكهم رجعوا لوضع الطبيعي. جروب شو بنعطيه؟ انا جروب مثل ما شايفين رجعوا لهالحالة هاي. يعني هي كمان من الشغلات المهمة. طيب لهون في اي سؤال؟ هلا بالمعلومات اللي اخذناها بنقدر نطبق كم تمرين بسيطات ممكن تساعدونا فيهم كمان. معناته خلونا ننتقل للتمارين.